سيكون الحمل مضاعفا على الرياضيين الجزائريين الذين سيدخلون تباعا منافسة ألعاب القوى ضمن دورة ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية، بعدما أطاحت نتائج أسلافهم في الرياضات المائية هي التجديف والألواح الشراعية في السباحة والقتالية متمثلة في المسايفة، وخاصة الجيدو والملاكمة اللذان علقت عليهما آمال كبيرة في احتلاء منصات التتويج فالجماعية مع منتخب كرة القدم خارجاً ومن الأدوار التمهيدية. اليوم الأول من مسابقات أم الألعاب الجارية فعالياتها بالملعب الأولمبي جواو هافالانج، جاءت رياحها كما اشتهاه أهل الاختصاص عندما افتك ثلاثي توفيق مخلوفي وياسين حتحات وأمين بالفرار ورقة العبور إلى الدور نصف نهائي لسباق 800 متر. مخلوفي بطل أولمبياد لندن 2012 في 1500 متر، وهو المدعو للدفاع عنه في الأولمبياد البرازيلي، لم يجد أي صعوبة تذكر في حسم صدارة السلسلة التصفوية الخامسة، محققا توقيتا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و17 جزءا من الثانية، فيما احتل مواطناه ياسين حتحاط وهو أول عداء جزائري يخوض السباق ضمن المجموعة الرابعة المركز الثالث، محققا زمنا قدره دقيقة و46 ثانية و81 جزءا من الثانية وراء كل من الكيني كبكتار والدنماركي بوبي أندراس. فالجزائري الآخر أمين بالفرارة الذي نجح في كسب تأشيرة جزائرية ثالثة للدور نصف النهائي بعد احتلاله للمركز الثالث لسباق المجموعة السابعة في ظرف دقيقة و48 ثانية و40 جزءا من الثانية خلف الفرنسي بوسي بيار أمبروار والإثيوبي أمان محمد. إذن بدخول ألعاب القوى إلى معترك منافسات أولمبياد ريو، حتما فإن الأضواء ستسلط على الجزائري توفيق مخلوفي لحفظ ماء وجه المشاركة الجزائرية.